اليوم درنا واحد الوقفة أمام جماعة إعزانا. علاش؟ لأننا ساكنة بويفار محرومة من جميع الوسائل التي يحتاجها المواطن من الإدارة، ومنها رخص الماء الصالح للشرب والرخص الكهرباء لإيسال منازلهم. عندنا هنا كاتب عام جماعة إعزانا ونائب رئيس جماعة إعزانا محمد برشان كيحرموا الساكنة من جميع الرخص الذي يحتاجها المواطن أن يستفيد بها. وكما كتلاحظوا الحمد لله أزيد من 200 ولا 250 واحد اللي جات باش تحضر هذه الوقفة، باش نعطيو درس للمفسدين، باش نعطيو صفة للمفسدين كما عندنا هاد المفسدين في هذه الجماعة، ومنهم رئيس جماعة نائب رئيس جماعة إعزانا. وبغيت نقول نوضح الرأي العام بأن أنا دابا فايت 4 سنين باقي ما شفت الرئيس ديال الجماعة نفسه جواد في هذه الإدارة. أنا كنوجه واحد الكلمة للرأي العام، حنا راه غادي إلى ما وقفنا إلى ما عطاش اليوم الرخص، إلى ما عطاش غدا، راه السيمانة الجاية ما نوقفوش، والسيمانة اللي مولاها الثلاث المجية غادي نديروا واحد الوقفة ونديروا التصعيد. أنا بعدا بالنسبة لي أنا ما على حتى شي سبب، غير كيدوزوا بيا الوقت، سير رجع، سير رجع، سير رجع. دابا ثلاثة ديال الطلبات اللي درت حتى واحد ما وافقوا لي عليه، وحتى واحد ما جاوبوا لي عليه. جيت ندير واحد الطلب للرخصة لصالح الماء لصالح للشرب الإدارة إعزانا، ملي جيت عندهم عطيتهم جميع الوثائق، عطيتهم نسخة ملكية وجميع الوثائق اللي كتطلب الرخصة للماء الصالح للشرب. ملي دفعت لهم هذا القانون كامل في التالي قالوا لي واحد 3 أيام، واخا بقيت 3 أيام داك الشيء. المهم ملي جيت رجعت عندهم كنطلب الرخصة ديالي، قالوا لي أسيدي عندك الرسالة. أش من الرسالة؟ قال لك أسيدي خصك الرخصة، أنا عندي الدار بنات في 65 قبل ما تبنى هذه الجماعة، وفي التالي قالوا لي سيدي مرفوض.